هالقلب شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله لا لا ولا لا يا بلا لا شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف بابك غالي في غلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي في غلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور لنها بالعدا ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي يا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب القلب شبنا مصري معناك على بعضك لا لا ولا شيء ما شو ولا شيء ليك وشك ما عم يتفسر يا رجل ما في شيء علي ما في شيء ولك علي الحرام إذا ما بتقلي ما عاد قلك مرحبا بحياتي بصراحة؟ إيه لك أنا بصراحة أمي أمي بدأياني أترك شغل عند مراد آغا شو هي تترك شغل لك نصري؟ لك أنا ما بدي أترك الشغل بعدين مراد آغا فضله كبير علي بس أمي راك براسها إيه مو على كيف أمك شو هالحكي لك عدلي؟ طبعاً على كيفها لك هي أمي إيه شو يعني؟ يعني إذا أمك بتقلك روح موت بتموت؟ بصراحة؟ إيه والله يا عدلي لك هي أمي اللي مالي غير ولا لغير بالدنيا كلياتها والله إذا بتقلي موت لموت المشكلة إنه إذا بترك الشغل عند مراد أغا مراد أغا بصفيني فوراً والمشكلة الثانية إنه ما في شغل بيطالع مصاري مثل المصاري اللي عم تطالعها هون بري عليك ها؟ هذا اسمه حكي أنت لازم تقنع أمك بهذا الموضوع هو هيك بس شلون لك عدلي؟ شلون؟ أنا بقول لك شلون طيب علي خلص تقبريني خلص
ولا لو عرفاني انه بدك تصحي ما كنا استقبلنا. عرفاني يا مريم طولي بالك خلصنا. اهدي اهدي شوي روقي، هعمل لك كاسة شاي روقي اعصابي. أنا أحمد، أحمد خالتي. يلا يلا. أهلين خالتي أحمد، لك وينك أنت؟ وين غاطت كل هالغطة؟ مو كنت بالأسيتاني عم بدرس خالتي، رجعت من مدة قريبة. إيه بزمتي وبديني مالي خبر، ألف الحمد لله على سلامتك تقبرني. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك يا خالتي. عجبك يا ابني؟ عجبك اللي عمله محمد فيني؟ يلا طولي بالك عليه خالتي، طولي بالك. شو يعني بكون كفرت اني تجوزت بغيابه على سنة الله ورسوله؟ لا اعوذ بالله خالتي، اعوذ بالله. صدقني يا ابني، انا عرضت عليه اني اصرفه لعدلي بس هو ما وافق. يلا مع الايام بيهدى وبيركم خالتي، بيهدى وبيركم. الله يسمع من تمك. المهم خالتي، محمد بعتني مشان اخذ الشنطاي اللي جابها معه من السفر. يو وشو بده بالشنطه؟ ما تخافي خالتي، بس يعني ثيابه وكتبه فيها وحابب انه ياخذها. ما يكون ناوي يرجع لمصر؟ لا لا ما تخافي خالتي، ما بتصور هيك، اصلا هو مبسوط بالمال كاني وحابب ياخذ الشنطاي. عزمه ولك ابني؟ لا ولو خالتي. برضاي عليك ولك ابني، اتهديه واتركنه. خلص ما يكلك فكره، اكيد رح جيب لك الشنطه. يلا خالتي. سلام وقولا من رب الرحيم. إذا الجماعة مو بزعلة ودارهم بعدهم جنزرة وعلى حالة، معناها وينهم؟ وين أراضيهم؟ وأنا بدي بقى حايص هيك، بدي بقى داير ورا سراب. عارف عمي محمد؟ اللي عمي رح اطلب من عمك ابو طالب يوصفك عندي هون، تساعدني بوكالة الارض مشان تضل قدام عيوني وتبارك فيك. انت هيك رايك عمي؟ ما بخبي عليك عمي محمد، كل ما حس انه بدك تفارقنا بيعص قلبي. حتى لو رحت عمي رح ارجع اشق عليكم، لاني تعودت عليكم كومايات. لو رحت بتاخذك المدينة ومشاغلك وبتنسانا، ما بتعب تتذكرنا بلوم. مين قال هالحكي؟ أنا. لك وحياتك على الغالي، فراقكم علي مثل طلوع الروح. الله يرضى عليك يا محمد، وخليني أحس بعد العمر إنه الله بعدي اسمه عوضني فيك. أبشر لعيونك عمي، من يوم رايح تعتبرني ابنك. شلون بدك تروح؟ كرمالك رح أبقى. عم تحكي من قلبك؟ من قلبي والله. إيه؟ ها؟ وهاي الفطور جاهز. الله يسلم الديات يا مرعي. وإيديك يا أبو مرعي. سلموه. تعرف يا محمد، فرحتي ما بعطيها لحدا بقعدتك عنا. إيه لا تفرح كثير يا مرعي، لأن على هو ما فهمتني محمد قعدته عنا مو مطولة. صحيح اللي عم بيقول عمك أبو مرعي؟ مو صحيح. يعني بيان عنا؟ بيان. الحمد أكيد لله. أكيد بيان. لك من غدي خبيزي اليوم. الله يرضى عليكم، حوشونا الشيخ يا خبيزي. ها؟ هاي شرف رفيقك أحمد، يا أهلين وسهلين. السلام عليكم. يا أهلين وسهلين. لا سلام على طعام، شرف حبيبي شرف. عود. كيفك محمد؟ يلا. عود عود. يلا. ها. أرضي بركلة بأي لو تعال. بك نعيم؟ نعيم وينك؟ خلصني يلا تعال. يلا اجيت اجيت. امسك بسرعة، خلصني جعت جعت. هي اجا طلال. ها؟ اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. تبسطوا لنا السرج بمعيدكم. بعيونك. اهلين وسهلين. نورت مال تاني. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. شرف شرف. شرف. ان شاء الله صحة. على قلبك. يلا شو وينه بالعباس؟ يلا ما بقى الا يسار.
شرف شرف مد ايدك. بسم الله بسم الله. اهلا وسهلا لمعاد خانم. هي تركنا الخوانم تحت وطلعنا لفوق. قليلي في شي خاص؟ عصمت خانم، انا لازم اعرف شو قررتي مشان ابنك. بصراحه يعني مالي عرفانه شو بدي اقول لك. لازم تعرفي، ومو بس لازم تعرفي، لازم تحددي اليوم كمان، لانه من جهه نحن مستعجلين ومن الجهه الثانيه لازم اعرف رح تتجاوبي معي او لا. بس صدقيني القصه مو سهله منو. صدقيني صدقيني سهله وكثير كمان. بصراحه انتي فاجأتيني بهالطلب. يلي مثلك انتي واسعد بيك ما بيتفاجئوا بهيك طلب. مزبوط، بس هذا الموضوع كتير كبير، وما تنسي انه بيمس اسم ابننا الوحيد. بس كمان فيه مصاري كتير كتير، وعيادة بساروجة، وذهبيات كتير. ولا تنسي كمان انه تكاليف العرس كلياتها رح تكون على حسابنا، يعني انتو ما رح تتكلفوا ولا بقرش. اعطيني وقت بس لبكره. ما معنى وقت منو. ولا تنسي يا عصمت خانو انه ميت عيلة تتمنى تخدمنا هالخدمه. بعرف، اعطيني مهله لبكره بس لاخذ راي اسعد بيك، لانه هيك قرار بهم له كمان. انت ما تاكلي هم، اسعد بيك عنا، المهم انه انت توافي. معلش زودها وفرقها هالليله مثل ما بدك. شلشتني عمي حمزه، عن جد شلشتني. هذا اللي صار عمي، هذا اللي صار. شي وين بدهم يروحوا؟ عمي ابو الهيبه تصدقني الكلام؟ قول بالأول وعدني تصدقني الحكي. احكي. معناها راح تلف وتدور علي مثل العادة. فهمني شو السيرة؟ يعني زلمة مثل أبو العز ليش لا يترك أرضه وناسه؟ هذا الشي ما بعرفه. أكيد قلت لك ما بعرفه. عمي أبو الهيبة بحلفك. لا تحلفني. معناها بتعرف سر غيابهم وما بدك تحكي. حتى لو بعرف لك عمي ما فيني احكي عن الجماعة. طيب واذا قلت لك انه حياتي معلقة بمعرف مكان الجماعة؟ كمان انت ما وضحت لي شو بدك من الجماعة. ببوس ايدك يا عمي ابو الهيبة، لا ترد على سؤالي بسؤال، اخلاقي صارت بروس مناخيري. كمان برجع بقول لك شو بدك من الجماعة. عمي رجال فتل ارض الشام شبر شبر، ووصل بترحاله لزحلة وكمان فتلها شبر شبر، شو بيكون بده من الجماعة؟ قول بصريح العبارة شو بدك من الجماعة وريح بالي يا ابن الناس. شوف عمي بس تأمن لي وترتاح لي وتنوي تخبرني من محل الجماعة رح أقول لك السيرة من أولها لتاليها، ما رح أخبي عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا الغدا صار جاهز. تفضلي حبيبتي. جيتي والله يزيد فضلك. يا ميت اهلا وسهلا، تفضلوا ارتاحوا. شو هالاكل هذا ان شاء الله؟ ان شاء الله يعجبكم. بس عقبال فرحتنا بشريف ان شاء الله. تسلمي بحياتك. شو اسكب لك لبعض خانو؟ ما تعطيني ما مشي لانا بتسلم. يا ميت اهلا وسهلا. الله يسلم ايديك. ذوقي لي هالملوخيات شو طيبين. بعد اكلك ما في ان شاء الله. بتسلمي. اعطيني بالله هالصحن من عندي. تفضل. يسلموا هالايدين. يا ميت اهلا وسهلا فيكم. مين فيكي؟ مع انه شربتك ما بتتفور، بس يلا خلينا نبلش ملوخية حبيبتي. انا حبيبتي سلطة. انا بدي رز البازاليا بس بعيده. هلا بقى. ايه تكرم عينك. ابي؟ نعم. بزمتك بزمتك، مو لابقت لي كم شيء طمقان؟ يخرب بيتك شو حمار، حتروح حالك. لك يا ابني يا حبيبي صار لك سنين وايام عندي لهلا ما بتعرف تمسك مقص. لا ام بلا بعرف. بتعرف؟ اي والله اذا بجيب خروف صغير تحلق له ما بتعرف تحلق له. طيب هات لجرب، عود لاحلق له. لك عود هيك. قال لي جرب براسي كمان. لك يا ابني يا حبيبي
بكره اذا صار لي شيء انا مين بده يقعد بهالدكان؟ بسكرها للدكان. بعيد الشر عنك، لا تحكي هيك يا بي. لا حول ولا قوه الا بالله. اطلع اطلع اقعد برا، ولا لا روح جيب السفر طاس من البيت. روح اجلها شوي، شو رايك؟ لا روح ما خلقتي. خلص رايي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. وعليك السلام. شو خير عمي ابو لطفي؟ شايف صوتك طالع من هالمغضوب اللي عندي. لطفي؟ ليش في غيره عندي؟ شو بلطفي؟ لك لهلا يا ابني، لهلا سنين وايام عندي ما بيعرف يمسك مقص. شو هالحكي؟ لك ابني تعال عندك. انت مو رفيقه؟ ايه. ليش ما بتحاكيه وتقنعه ويحط عقله براسه ويتعلم هالمصلحه؟ شو بدي اقول لك؟ لقلك يا عمي ابو لطفي، انا هرو شعراتي وعم حاول اقنعه انه يحط عقله براسه وهو لاحق عوضه. وحلتها لك ابني؟ خليني افكر فيها للاقي لك دبارتها. فكر. والله واجت على ايديها ورجليها. طلع لطفي افندي كذاب، لا بيعرف يحلق ولا بيعرف يداوي. احسن شيء احكي مع ابو لطفي بركي بيشغلني عنده. لعما اذا بتزبط تعلم المصلحه وبصير حلاق اضربه بطراه. وقتها وقتها بورجيك يا لطفي الكريم. شو جابك؟ خدام لك يا ستي، في اخبار كثير حلوه. فوتي بسرعه. احكي لي شو؟ حسيت في كلام مهم بينات بعضهم، لذلك مريم مقصوفه الرقبه بعتتني مشان اجيب لهم اغراض من مزوريه. قلت لحالي طالما دفروني من البيت بجي بخبر جنابك. ايوه، وانت ما قدرتي تعرفي هالمفعوصتين لوين عم بيروحوا كل هالوقت؟ لا يا ستي ما عرفت. بحال طلعوا مره تانية لازم تعرفي وين عم بيروحوا. طيب شلون يا ستي بدي اطلع من البيت بحال طلعوا مقصيف الرقبه؟ هي شغلتك ما انا شغلتي، بس انا ضروري ضروري كثير اعرف وين عم بيروحوا وين عم يجوا. رح احاول يا ستي. ما في شيء اسمه تحاولي يا بني ادمه، بدك تعرفي يعني بدك تعرفي. عم تفهمي؟ بأمرك يا ستي. يلا حركي على شغلك، ولأنك جبتي لي هالخبر رح طفلك ذهبية. كتر خيرك. أنا عم أقول طالما ارتحت وتحسنت بعد ما شفتها للمخلوقة، ما بدي مخلوق يخلق يعرف بهالشي. الله يبشرك بالخير يا بنتي، ويوم المنى ننسى هالسيرة. بس والله حرام نقلها على عزمية، ما شفنا عليها شيء للمخلوقة. لا معلش ياما، هالمرة ما بدنا حدا يعرف لا من قريب ولا من بعيد. أم طالب، كلام بناتك مزبوط. خلص مثل ما بدكم، لحنا ما منجيب سيرة أي شيء قدام عزمية. هي أكيد عزمية، لا تحكوا شيء. لا لا يا جماعة، إذا متوغوا شيء من المخلوقة صرفوها وصل الله وبرك. يا يابي مو هيك القصد، المخلوق أخطأ ما شفنا عليه شيء، بس بضل الحذر واجب وما في داعي حدا يعرف. خلص هدي بشوفي، ما رح نحكي شيء قدام حدا. خلص كتر خير الله انك موجود يا اخي ابو طالب. بشكر الله. خير 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 خير. من فوتي على ابني محمد، لا لي نفس لا للاكل ولا للشرب. هلا وحدي الله وعدي واحكي لي. وحدي الله عدي. عدي شو بكي؟ وهي قعدت. احكي. بوس ايدك يا اخي ابو طالب، تحكي مع محمد وتقنعه انه ما يسافر لانه بعت رفيقه اخذ شنطايته. شو هالحكي يا ام صابر؟ اي والله يا اخي، يا بتلحقه يا اما ما بتلحقه. بوس ايدك تلحقه. طولي بالك يا ام صابر، ما تخافي، محمد لا يمكن يسافر قبل ما ياخذ رايي. لا يا اخي، هالمره غير كل مره، فاير فورا غير شكل. خلص خلص انا راح احكي معه، سمي بالله وكلي. ما بدي لا اكل ولا اشرب. خلصنا راح احكي معه وحدي الله. لا اله الا الله. صبي لها ان طالب صبي على عيني. هاتي بميات الزبدية. بعت لحمة هذيك الساعة اللي نقبرت فيها وتجوزت. وحدي الله وحدي الله. اعطيني معلقة. خلص تقبريني والله ما شعبالي. تفضلي تقبريني، يمين عظيم إلا لثالثي. تفضلي سلمون. مرحبا. وين وصل سيد رجال؟ نورت يا كبير.
أهلين بالشباب. أهلين يا أبو العباس. لك أهلين طلالو. يلا بالإذن أنا نورت مطرحك عمي. حبيبي يا أبو العباس. شبك تعريف ريحتني بجيتك. والله مالي مرتاح يا أبو العباس، متمني ما كنت رجعت. ليش شو سمعت؟ والله كل شيء بيهز البدن يا أبو العباس، كل شيء بيهز البدن. لك فهمني هالقصص اللي صارت بالحارة وبيت عمك أبو طالب وعياله. معك حق. عرفت ليش ما كنت متمني أرجع؟ يعني لو بيت غايب كنت ارتحت؟ يمكن. والله شايف لك يا صاحبي الهم راح يبقى راكبنا وين ما رحنا. شو بنا أبو العباس؟ نبرة صوتك مو عاجبتني. ما حدا مرتاح يا طلال، ما حدا مرتاح. احكي لي يا أخي فطفيل. في حدا حاطط دابو مدام على ابن طالب يا أحمد، وهذا الحدا لازم أعرفه ضروري. لعيونك، بس قل لي كيف. ما بعرف، بس كل اللي بعرفه أنه عمي أبو طالب مقرقني بأفضاله وأنا ما لازم أتركه بمرة. حلو كتير. بما أنك ناوي تساعده لعمي أبو طالب، أول شي لازم تعمله بدك تشيلي موضوع السفر من بالك منه. والشغلة التانية واللي هي الأهم لك محمد، أمك لازم تتفهم موقفها. لك شو بدي أتفهم؟ لك أحمد لا ترجع لنفس الديباجة. ما لحل عن هي الديباجة لحتى أشوفك مرتاح. شو بدي ارتاحك أحمد؟ أمي تجوزت واحد قد ولادها وهو أبصر شو بده. شلون يعني شو بده؟ والله ما عم بفهم عليك. يعني بدك أقنعني إنه عادلي تجوز أمي هيك لله؟ لكن شو؟ معقول يكون في مصلحة من ورا هي الجوازة؟ أكيد إنه مصلحة. ولا شو اللي جابره على هيك جوازة؟ لك يا أخي بركي متفاهمين. على شو متفاهمين؟ واحد جوز واحدة ما بيعرف عنها شيء غير إنه هي قد أمه ومعها شيء جوزها. يعني معقول يكون في شيء من ورا هي الجوازة؟ هذا اللي لازم أعرفه. وأنا معك. مو بس الحارة ولا بيت عمك أبو طالب، الدنيا كلها مخربطة الأخطرال، الدنيا كلها مخربطة. يا لطيف. ما ضل شيء على حاله يا صاحبي، ما ضل شيء على حاله. احكي لي أبو العباس شو في؟ شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. لك ما أنا كلني على بعضي مخربط. والله وغوشتني، احكي لي شو في؟ هويت وما حدا سمع علي يا صاحبي. لك ايه دخيل الله، بالعكس هاي الاخبار اللي بترد الروح يا ابو العباس، ما بصير تتركك هيك محتار وحزنان. مين قال؟ انا اللي عم بقول. انت قل لي وين مرادك وان شاء الله بتكون بين كل السلاطين والعسكر لنروح نجيبها ونساويها حلالك. حظ عاطل. ليه؟ بعد كل هالشقا والتعتير اللي عشته شفت هالبنت وقلبي هواها يا طلال، وفجأة ما عاد لقيت إلا أسر. يرحم حبابك، لا تفوتني بالألغاز وعطيني من الأخير، عطيني الزبدة. ما قلت لك لمحت صدفة وفجأة ضاعت، قلبت الدنيا عليها يا طلال. لك حتى روحتي على زحلة مشانها، قام شفناك بعد ما قلبنا الدنيا عليك ورجعنا فيك. شي؟ شو هالقصة هاي؟ قصة غريبة عجيبة. ما علي الحلال إذا بتعيش العمر كله ما رح تسمع مثلها. طيب ماشي أبو العباس، يعني ما لها قرايب، ما لها معارف، ما لها أي حدا نقدر نوصل له؟ ما هي هون بليتي يا صاحبي، ما لها حدا. بصير خير إن شاء الله. لك شلون؟ خلاص أبو العباس، هيترك على الله أو علي. لكن يا عمي من شر أحبابه واستصحابه. لكن عمي بحسن والله. أهلين عمي حمزة. أهلين عمي طلال. لك شو وسطك أنت؟ سيرتك على كل إنسان بالحارة، كل العالم بده يعرف شو سر غيابه. استغفر الله العظيم، بقى من سيرتي أخي، مونا من سيرتي وتركونا بسيرة أبو العباس. أني وحدة منه؟ مش في غيرها. نار الغرام؟ أي نعم. والله سيري بتحط العقل بالكف. ونحن بنرجع العقل للناس وبنساوي المخلوقة حلاله لو كانت ببلاد الصين. إيه وأنا بخدمة الطيبين، وتحديداً تحديداً مع أخي وحبيبي أبو العباس. وأنا كمان رهن الإشارة، لأنه يوم المنى، يوم المنى شوفوا عريس، عريس ومتهني كمان. إيه والله. بارك الله فيكم يا شباب، بارك الله فيكم.
يا اهلا وسهلا، تفضلوا. اهلا فيك خالته. شوف راس سلمون. اهلا وسهلا. يعني هيك بدون ما تودع امك؟ ليش هي اخذت برايي وتتجوزت ولد قد ولادها لك احمد؟ يا علينا، رح نرجع لنفس الديباجه؟ مشان ما نرجع لنفس الديباجه انا قررت ارجع على مصر. بس بتعرف عز علي فراق ابو مرعي وام مرعي. والله ماني عم بفهم عليك، يعني عزز عليك فراق ابو مرعي وام مرعي، مو عزز عليك فراق امك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. علينا ابو مرعي. اهلا شرفت. كيفك عمي؟ نورت. شلونك يا ام مرعي؟ الحمد لله. كيفك سيدي ابو طالب؟ الله يخليك يا رب. محمد تعال عندي تعال. مبروك عمي. هو بدنا نحكي كلمتين عن اذنكم يا جماعه. تعي تعي معي. يلا تعي. يلا على عيني. انزل. شرف عمي. شرف احمد. شو؟ مزبوط الحكي اللي سمعته؟ شو سمعت عمي؟ امك عم بتقول انك بدك تسافر. احكي. مزبوط عمي. بدون ما تشاور حدا؟ بدون ما تشاور امك اللي تجوزت بغيابي؟ لا تفهمنا بقى، حكينا وطشنا بأسيرة. امك قالت لك بعظمة لسانها اذا بريحك هالشي بتمشيه لعدلي بحد سبيله، وانا قلت لك اكثر من مره اهدى واركون واللي بدك اياه بيصير. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اسمعني منيح عمي، بمعارفي وشهادتك رح زبط لك وظيفة منيحة، ورح خبر الشباب يزبطوا لك بيت من بيوتي تسكن فيه. شو بدك بعد هيك؟ شغلة وظيفة اجلي يا هلا عمي، لاني مو رايق لها بالمرة. على راحتك عمي، معناتها رح خبر الشباب يزبطوا لك الدكانة ويجيبوا بضاعة تشتغل فيها لبين ما رب العالمين يفرجها. شو رأيك؟ اللي بتشوفه عمي. وشو بتحتاج في رب العالمين وبعدين انا مشي، بس موضوع السفر بتشيلي اياه من راسك. هيك ما بقي لك حكي بنوب. وهي قدام احمد عمي، بس تنوي تتجوز بس أشر لي على أنو عيلي وأنا بشواربي بروح بطلب لك إياها، وخدها مني أحلى عرس بطنطن أخوه ما صار بالشام. الله يديمك عمي. وسكر لي على قصة السفر، ولا أقسم بذات الله بنساني بعرفك من هون لحتى رب العالمين ياخد أمانته. بعيد الشر عمي، الله يطول بعمرك. وهي قدام أحمد. بأمرك. ليش غلبتوا حالكم؟ يا أهلا وسهلا. حضرتوا مع حدا وجهكم يا ميت. الله يسلمك. شرف شرف لعندي لهون. شرف عم شرف على راسي على راسي. يعني لولا محمد أفندي عنا ما كنا شفنا كله من ثاني يا سيدي أبو طالب. عجبك عجبك. مشان هيك بدنا نخلي لك محمد عنا. عليم الله، نتمنى تبقى عنا العمر كله. شو بدك أحسن من هيك؟ لك إلك كل هالحبايب بالشام، بدك تترك وتسافر؟ أنا عم أقول عمي، بلكي بتتركني أسبوع هون بالمالكاني وبعدين قلنا حكي تاني. يا بقلبنا وعيوننا. مشي يا عمي مشي. يا عليم الله، بنتمنى تبقى عنا العمر كله محمد أفندي. سمعت عمي؟ سمعت؟ لك الشام وأهليتها كلهم بيحبوك، شو بدك أحسن من هيك؟ يلا مدوا إيديكم تفضلوا. شرفوا عمي شرفوا شرفوا. أهلا وسهلا. الله يخليك يا رب. إن شاء الله صحة وعافية. طمنيني، شو صار بموضوع حرمة أسعد؟ هذا الموضوع اللي كنت بدي أحكي معك. خير؟ شوفي، خايفة، خايفة ومترددة. مو على أساس إنه بتلين وتعمل مستحيل وبتسخسخ لما بتشوف الدهب؟ بلا، بس هالمرة متحاونة. شو أعمل له يعني؟ طيب شو الحل برأيك؟ بدها دفشة من جوزها. هيك بتشوفي؟ والليلة، الليلة لازم تحكي مع أسعد وتحاول إنك تقنعه قبل ما يلاقوا بديل تاني، لأنهم مستعجلين وبدهم يجوزوا بعد. مظبوط مظبوط يا ميت. اهلين وسهلين. اهلين اهلين. طمني بالك وحطي اجريك وايديك بمي بارده. الولد عندي وهديته وركنته.
خايفة يغافلك ويغافلني بليلة ما فيها ضوء قمر يا أخي. الله أكبر، شو حكينا يا أم صابر؟ قلت لك هدي بالك، شغلته عندي خلص لا تخافي. خلص مثل ما بدك، الله لا يلوع لك قلب على محب. آمين يا رب. حاصله خير يا أخي؟ عادي لسه ما رجع؟ لا لساته بالشغل. السلام عليكم. أهلين، عليكم السلام ورحمة الله. عم بضايقك بشي؟ لا لا، على سلامته. الحمد لله. بدك شيء هلا؟ الله لا يحرمنا منك ومن عطفك يا اخي ابو طالب. الله يخليك، الله يديمك يا رب، تصبح على خير. وانت من اهله، مع السلامة. على هون وين رايح؟ لسه ما شبعت شوفتك، قدامي مجموعة. يلا شلون بدي اطلع بكره ورا الصبايا واعرف وين عم يروحوا وين عم يجوا مثل ما قالت لي لمعاد خانو؟ يبعد حمل الساعة اللي اجيت فيها لعند الآغا قابر حاله. كنت مرتاحة بالمالكانة وعين الله علي. ليش بإيدك يا عزمية اجيتي؟ مو مثل القضاء المستعجل. أمي يا عزمية، إيه بزمتي، لو كنت عرفاني إني رح أعمل كل هالعماية كنت هربت وما عدت ورجيتهم وشي. يكب ليهم بقتلهم كمان إيدهم طايلة، مراد آغا وأخو، وإذا نووا بيقدروا يجيبوا البني آدم من جوات قبره. يا رب بجاه الحبيب المصطفى تبدل كرب وهم وحزن مريم بالفرح والسرور يا رب. لك الله عليك يا حماتي، شو مدهرني؟ قال عبرتلني بالأكل مشان أرجع أجيل عنده. ايه وبكرة عزمتنا على الغدا كمان. ايه كمان بكرة؟ ايه لك، وهي بتحبك صهرها ومثل الظهرها، وأنا بحبها وبحب كل مي من طرفها. يقبرني ربك لك سكار. ومعلومك ما لها غيري بنات، وإجيتها بعد 12 صبي. هلا أخواتك الشباب 12؟ إيش 12؟ مالي عددهم؟ ايه 12. ايه معناتها هدول ما معهم مزح بنوب، الواحد بيروح رخيص بين إيديهم. خسا يا سيفو وحياة شواربك، محبتهم إلك أكتر من محبتهم إلي. بربيك معلوم صهرهم ومسد ظهرهم. دك دخيل عينك شو بنت عالم وناس. طيبون للطيبات ابن عمي. معناتها من روح بيت أهلك إمت ما بدك، اللي بريحك وبيسعدك مستعد ساوي أنا وعن طيب خاطرها. عن جد ابن عمي؟ معلوم عن جد. لك أنا حبيتك يا سكر من صماصيم قلبي، بدي هيك نعيش سوا بسبات ونبات ونخلف داغر يستر على عرضك. تحبك العافية، رح غير أوعي وأعمل لك كاسة شاي. إيه شو علي؟ بس بلا الشاي والله مبقينا شاي. معقول هالحكي اللي سمعته من عيالي يا أسعد بيك؟ معقول؟ معقول يعني؟ خير شو سمعت يا أغا؟ يعني ما عندك خبر؟ والله ما عندي خبر، يا دوب فتت على البيت شلعت جاكيتي حتى عيالي ما شفتهم. أسعد لا تفوتني ببوابك وألعيبك يرضى عليك. أرجوك يا أغا، إذا كان عندي ألعيب على الدنيا كلها عليك ما فيني ألعب. معقول هذا الحكي؟ شرف شرفك الحال، شرف صريح. خليهم يسوي لنا فنجان قهوة أهدي أعصابي وأعرف أحكي معك. على عيني تكرم عيني. فهميني يا سمار، شو صار بينك وبين حرمة مراد أغا؟ ليش ما حكى لك بجلالة قدره؟ بدي اسمع السيرة منك أنت. رح أقول لك شو صار، بس يكون بعلمك أنا مالي موافقة على الموضوع من أساسه. لا راح قلك ايه ولا راح قلك لا لحتى افهم شو الموضوع. حضرت لمعاد خانم المحترمه بدها ياني جوز ابننا شريف. ايه لك شو ايه؟ بدها ياني جوز ابننا الوحيد اللي ما حيلتنا غيره بالدنيا جوازة مصلحه. لك فهميني شلون؟ لانه مراد اخا تحت قاعد راح ينفجر.
انت كمان كثير معقد ابو يحيى. والله مو مساله تعقيد يا سيدي. لكن شو سيدي، مو ملاقي مناسبه وانا بهالعمر. لا تقول لي مو مناسبه، انت شخص وحداني وخالتي ارمله، شو المو مناسب فيها سيدي؟ والله مالي ملاقي لايق على حالي. بعدين سيدي بيتي اللي انا عايش فيه يعني ما بيليق بمقامها. لا لا بلاها كلها جوازي. ابو يحيى مين جاب سيره بيتك؟ انتوا رح تسكنوا هون عندي بالبيت كمان؟ يعني اتجوز وعيش عندك هون بالبيت؟ لا سيدي الله يخليك. ليش دخلك انت؟ شو فرقت معك؟ ما طول النهار عندي، وقفت على النومه يعني. طيب بركدان هي ما بدها. لا يا سيدي بدها، وترك هذا الموضوع علي. يا سيدي انا خايف تنحرج من جنابك وتكسر على مناخيرها بصله وتوافق يعني خجلا. ابو يحيى انت قل لي انك موافق وترك هذا الموضوع علي، شبنا. خليك انت مع عبدو، انا بروح بفتح الباب. شو خالتي؟ فكرتي بالموضوع اللي قلت لك عنه؟ بلكي ابو يحيى ما بده يتجوز ويمكن انا ما بناسبه. خالتي لا تجننيني، انت ابو يحيى انت قولي موافقه وتركي الموضوع علي. طيب معلش اتركني افكر بالموضوع. يي على هالقصه خالتي بقى. اهلين بالشباب. سيد حسان موجود؟ ايه موجود. خير شو في؟ مش هالحادث اللي صار مع سيد حسان. ليش وصلكم خبر؟ طبعا والفعل عليك عنا بنظارة. من انو مخفر انتو؟ من مخفر القصاع. ايوه واخيرا انمسك هالابن الحرام. سيد حسان، سيد حسان في اثنين درك عاوزينا. اهلا وسهلا بالشباب، خير شو في؟ مشان الحادث اللي صار معك سيد حسان. ايه ليك الفعل صار بالنظاره. شو عم تحكي؟ ابو يحيى اطلع بالسياره خلينا نروح بسرعه. ما في داعي لكم، مخفر قريب. تفضل كمان بيصير. يلا تفضل تفضل شرف. يلا بيني وبينك يا اغا، الحرمه معها حق ما توافق. يعني انت الثاني كمان بدك تعمل لي بالرز بصل؟ طول بالك، ما بدي اعمل لك بالرز بصل، انا بدي اعمل المستحيلات كرمالك لحتى اقنعها. لهلا ما اقنعتها؟ فاروق قلت لك راح اقنعها. معلومك هالولد ما عنده غيره، مستحيل ترميها هي الرميه، وانت بتعرف عقل النسوان وتفكيرهم. يعني قوم اقنعها، لانه في عنا شيء ثاني بدنا نحكي فيه. ابدا من موضوعنا؟ لذلك عم اقول لك خلينا ننهي هالسيره هي حتى نحكي بالموضوع الثاني اللي جاي من شانه. الكلام بيني وبينك اغا، هذا الباب ما راح ينزع منه زعامه الحاره لابو طالب وبس، راح ينزله لاسفل السافلين. حتى تعرف اني ماشي بالخطة ومالي قاعد بنوم. اغا بدي اسألك، هالفكرة هاي خطرت على راسك انت ولا على راس عيالنا؟ ليش بتفرق معك؟ هلا بالنسبة لي بصراحة ما كتير بتفرق، بس مشان عبر عن اعجابي باللي خطرت له هاي الفكرة. حاصله. تفضل. المهم بكرة او بعده بدكن دقوا باب الجماعة على ابعد تقدير. معناها قربت يا اغا. مو رح يصيروا 3 شهور يلي حكينا عليهم؟ أنا متأكد يا أغا قبل ما يخلصوا 3 شهور اللي قلت عنه على هذا الباب راح تكون نهاية أبطالك. لا لا ولا لا يا بلا لا شبيب بين رجالة، كل فارس حارس على باب بالنور مطرس شالة. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى من دهن الذهب والبضاعة. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن، اسمك مطرس بالذهب والبضاعة. لنهاب العدا ولا توب الردى، لنهاب العدا ولا توب الردى، إلا العالي بعلا. لا لا ولا لا يا بلا لا شامي بين الرجال.
لنها بالعدا ولا تبردا إلا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي يا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.